سورة النمل آية 82، آية 82 سورة النمل. يا رب يا كريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم بضم الهاء هكذا، عليهم دي قراءة حمزة ويعقوب، باقي القراء عليهم، أما عند ورش فحيصل ميم الجمع مع المد 6 حركات. أقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا، مش أن بقى، إن بكسر الهمز هكذا، دي قراءة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، باقي القراء يقولوا أن كانوا بآياتنا، هيبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، بآياتنا مد 2 حركات أو بآياتنا مد 4 حركات أو بآياتنا مد 3 حركات 6 حركات، يبقى دي اسمها ثلاثة البدل، مد 2 حركات أو 4 أو 6. وإذا وقع القول عليهم يعني إيه؟ يعني جاء وقت القيامة، نهاية الزمان، يبقى من علامات القيامة الكبرى الدجال، سيدنا عيسى بن مريم، طلوع الشمس من مغربها، الدابة، 4 علامات كبرى. خلاص في علامات كتيرة صغرى بقى، بس دي 4 علامات كبرى. الدجال بدايتها الدجال، ظهور الدجال وخروجه، هو الآن الدجال بيشتغل من الخفاء لكن لا يخرج، اللي هيخرجه لما يشعر ان المسلمين اجتمعوا مرة اخرى خلف امام جديد اللي هو الامام المهدي، فده اللي هيخرجه ويظهر بقى ويبدي العداوة، فيخرج 40 يوم. بعد ال40 يوم ينزل سيدنا عيسى بن مريم مقتول عند باب لد اللي هي مدينة اللد، وتقوم الحرب بين المسلمين واليهود حتى لا يبقى على الأرض يهودي، ويصير يا مسلم يا كافر، بس ما فيش حاجة تانية، لأن المسيحيين هيدخلوا في الإسلام لما يجدوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين، مش هيبقى فيه مسيحيين بقى. وسيدنا عيسى بعد ذلك يتزوج، لأنه لسه ما تزوجش، ويتزوج واحدة مصرية، أهل الكشف يقولوا كده لكن لم يرد حديث معين هيتزوج منين. سيدنا عبد العزيز الدباغ يقول هيتجوزها مصرية من البهنسة، ما عرفش جابها منين، أو الله أعلم، لأن البهنسة هو اتربى فيها سيدنا عيسى، اتربى فيها لما جاء استقر فيها، هي دي وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، والبهنسة دي خرجت منها أمها هاجر اللي ولدت سيدنا إسماعيل، وخرجت منها ماريا القبطية اللي أنجبت لنبينا سيدنا إبراهيم، فهي مدينة يعني فيها بركة، الله أعلم. المهم يعيش سيدنا عيسى، حينزل في سن 33 ويموت سن 73 ويبقى في بركة في الأرض، بركة كبيرة، لأن خلاص ما بقاش في حروب بقى، الناس استقرت وهديت، فحياة تكثر بركات الأرض، حتى إنك تخرج بالصدقة ما تلاقيش واحد يقبلها. وبعدين يدفن بعد ما يموت بجوار نبينا في السهوة الغربية، بجوار نبينا داخل المقصورة. وسيدنا عيسى لما حيزور النبي أول زيارة ليه، أول ما ينزل وينتهي من قتل الدجال ومن قتال اليهود مع المسلمين، يزور النبي
فالنبي يرد عليه السلام بصوت مسموع يسمعه الحاضرين لما يلقي السلام. بعد ما سيدنا عيسى بن مريم يتوفى يعيش المسلمين فترة طويلة من الزمن، الله أعلم قد إيه، يتاجرون ويتزوجون وينجبون وعايشين حياتهم، لحد ما يجي يوم من الأيام بيصلوا الفجر كده في مسجد الأشراف أو في أي مسجد ومستنين الشروق، يلاقوا الشمس طلعت من مغربها، بدل ما تطلع بقى من المشرق زي كل يوم متعودين، لقوها طلعت من المغرب. دي علامة انغلاق التوبة، هي دي من ضمن العلامات الكبرى. ضحى هذا اليوم تخرج الدبة بقى اللي هي دي، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قالوا إنها هتخرج من الصفا، من جبل الصفا، هينشق جبل الصفا ويخرج منه هذه الدابة، وهذه الدابة بتسير على قدمين مش على أربع، لكنها شعرها يملأ جسمها كله، فيها من صفات الآدمي أنها تسير على قدمين، وفيها أيضا التمييز، وفي يدها عصا سيدنا موسى وخاتم سيدنا سليمان. ووظيفة هذه الدابة إيه؟ إنها تعلم الناس، لأن خلاص انغلقت التوبة، فالمسلم يفضل مسلم والكافر يفضل كافر، حتى لو أسلم مش مقبولة خلاص، فتضرب الكافر على جبهته بعصا سيدنا موسى، يترك علامة كده زي ختم على الجبهة، كافر يتعرف على طول، والمسلم تمسحه بخاتم سيدنا سليمان فتترك علامة على جبهته فيعلم أنه مسلم، ويعيش الناس بعد كده، المسلم يعيش مع الكافر والكافر يعيش مع المسلم، ويتاجروا وحياة ماشية عادية فترة من الزمان، حتى يأتي يوم تأتي ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض مسلم خلاص، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، ويفتحوا المصاحف لو بقت بيضاء ما بقاش فيها حروف خلاص، وربنا يمكن ذي السواقيتين الحبشي، راجل كافر من الحبشة، من الكعبة، فيقتلعها حجر حجر، لأن ما بقاش ليها لزوم خلاص، ما فيش مسلمين، فيش حج، ما فيش صلاة، فيش قبلة، خلاص انتهى كويس، فتقتلع الكعبة وتهدم، ويعيش الكفار فترة من الزمن قد ايه ما نعرفش، يتهرجون تهرج الحمر، حتى ان الرجل يأتي المرأة على قارعة الطريق، والعائل فيهم يقول بس كان على الرصيف بدل ما الشارع العربية تمشي، ده العائل، فيعيشوا الناس فترة طويلة حتى ايه تقام الساعة عليهم على الكفار، يبقى المسلم عمره ما يرى علامات القيامة التي يشيب منها الولدان، فتقوم الساعة وتأتي الزلزال الكبيرة التي تقوم بها الساعة، ثم نار من قعر عدن تحشرهم إلى المحشر، وتبدل الأرض غير الأرض، هي دي القصة كلها، فأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدب، هل هي دبة واحدة لكل الأرض ولا كل بقعة لها الدبة بتاعتها؟ خلاف بين العلماء، يعني هل مصر ليها الدبة بتاعتها، وهل مثلا أمريكا ليها دبة، وهل مش عارف كل بلد ليها الدبة تخرج، ولا هي دبة واحدة تمر على الناس جميعا، وربنا يديها هذه القدرة والطاقة على هذا الأمر، الله أعلم. هم اللي خلوه يقول لك دابة من الأرض، قالوا إنها منكرة، فدل على تعددها، ربما تكون متعددة، ما قالش الدابة، قال دابة من الأرض، يعني من جنس الأرض، يعني هل هي دابة تخرج من كل مكان من كل بقعة، الله أعلم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، تكلمهم هنا بمعنى إيه؟ تعلمهم، تعلم الكافر من المؤمن، يبقى تكلمهم بمعنى إيه؟ تترك العلامة عليهم، أن الناس، أي لأن، أن فيها نوع التعليل، لكن إن الناس فيها نوع إيه؟ الابتداء، كأنه بيبتدي، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فضل يا سيدي. ويوم نحشر من كل أمة
فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. نعم. ويوم نحشر من كل أمة. يبقى احنا كده خلصنا. ويوم القيامة بقى، يوم القيامة هيحصل فيه ايه؟ حشر. الحشر يعني الجمع، يجمع. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما، يعني يخرج من كل أمة أفواج أفواج من المكذبين، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني ايه؟ يجمعون أولهم إلى آخرهم فيحبسون في مكان واحد. يبقى يوزع معناه يجمع ويحبس، ادي معنى يوزع. قل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، يعني اجعلني احبسني على شكرك مدة عمري، اجعلني شاكر لك مدة عمري، محبوس في طاعتك، ادي معنى اوزعني ان اشكر. يبقى يوزع يعني معناه يجمع ويحبس، واخد بالك؟ فهم يوزعون يعني يجمعوا، يجمعهم بحيث يضم اخرهم على اولهم ويحبسوا حتى يحاسبوا، ادي معنى يوزعون. يلا يا سيدي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا إلى موقف الحساب بقى، يبقى ذا هنا إلى إيه؟ موقف الحساب. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، يبقى ده هنا إيه؟ بإيه؟ بيوبخهم، توبيخ. أكذبتم بآياتي ده استفهام توبيخي. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، يبقى دي كلها إيه؟ أسئلة توبيخية. هو ربنا يعلم انهم عملوا كذبوا، مش بيسالهم انتوا كذبتوا ولا لا، يقولوا لا ما كذبناش، لا، ومش منتظر منهم اجابه. ده بيقررهم، فهمت ازاي؟ سموه استفهام تقريري توبيخي. ام ماذا كنتم تعملون، عملتوا ايه في دنياكم؟ يلا يا سيدي. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ايوه. يبقى ايه؟ اهل يوم القيامه الكفار هيمروا بمراحل، المرحله الاول يبقوا ايه؟ مبهوتين لا يتكلموا، وبعدين مرحله ثانيه يتكلموا، وبعدين مرحله ثالثه يكذبوا ويحلفوا كذب، والله ما كنا مشركين. يبقى ما فيش تناقض، يعني مره يقول لك لا ينطقون، ومره يقول ايه؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى منين يقولوا ومنين لا ينطقون؟ لأن يوم القيامة ده يوم طويل، يجي لهم فترة مندهشين فلا يتكلمون، مرة تانية يبتدوا الدهشة تزول ويبتدوا يتكلموا ويحاوروا بعضهم بعض، لدرجة يقولوا لبعضهم هنفضل واقفين كده كتير ولا ايه؟ طب ما تروحوا لأبوكوا آدم يمكن نشوف يشوف لنا حل. فيروحوا لأبوهم آدم يقول لهم لست له، ويروحوا يروحوا لنوح، يروحوا لسيدنا نوح، يقعدوا بقى يلفوا. لكن أمة النبي مش هتلف، أمة النبي مع نبيه عند الحوض، اللي هيلف ويعمل كده ده من الكفار. لكن احنا عارفين على طول، احنا نروح على النبي على طول، فاهم؟ مش احنا محتارين، احنا مش محتارين. أمة النبي ما عندهاش حيرة، الحيرة دي عند الكفار. يروحوا لأبوهم آدم، ويروحوا لأبوهم نوح، وبعدين يروحوا لسيدنا إبراهيم، الحديث المعروف، لحد ما يوصلوا للنبي يقول انا لها انا لا، فيبدا الحساب. يبقى يوم القيامه ده يوم طويل، احيانا ما يتكلموش، احيانا كمان يجي يتكلموا يكذبوا، فلما يكذبوا ربنا يخليهم ما يتكلموش وتشهد عليهم اعضائهم. كل دي مراحل يوم القيامه، مش يجي بقى اللي يقرا القران يقول لك هو في تناقض، هو بيقول لك يوم لا ينطقون وبعدين يقول لك ينطقون وبعدين يتكلمون، ايه التناقض ده؟ دي غباوه، اللي بيقول كده بقى غبي مش فاهم. هو فاهم ان يوم القيامة ده لحظة، لا ده مش لحظة، ده يوم القيامة ده طويل بآلاف السنين. على الكفار قد يكون ألف سنة على الكافر، وعلى المؤمن كأنه بين العصر للمغرب، قصير. يبقى علشان كده يبقى بيقول هنا ايه؟ ووقع القول عليهم، لما ايه؟ لما ربنا باهتهم بجريمتهم بهتوا فلم ينطقوا،
ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي بما أشركوا وكفروا. ظلموا إن لم تبقى فخمة عند ورش، بس بما ظلموا، بما ظلموا دي ورش، باقي القراء بإيه؟ بترقيق اللام، ظلموا فهم لا ينطقون. تفضل يا سيدي. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، مين اللي جعل الليل والنهار؟ أمريكا؟ ناسا؟ ربك، فيش غيره، هو اللي عمل الليل والنهار، هو اللي خلقنا، هو اللي رزقنا، لم يفعل شيء غيره أحد، بل الكل قائم به وهو قائم بنفسه سبحانه، واخد بالك. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، أهي دي كلها نفهمها إزاي إلا بالمجاز؟ لابد يبقى في مجاز عشان نفهم الآيات دي. يجي لك ابن تيمية يقول لك ما فيش مجاز في القرآن، كأنه لم يدرس اللغة العربية ويصدقوا الوهابية. طب افرض، اتقي زلة العالم، افرض هو قال كده وأخطأ، تقوم انت تمشي ورا زلة العالم؟ طب افهم ازاي النهار مبصر؟ هل النهار ليه عينين؟ عينين باصرة حقيقية؟ أصل عالم مع وجود مجاز يعني معناه ان النهار ليه عينين. عينين يعني ايه؟ يعني عينين تحط فيها قطرة، يعني جارحة. طب هل النهار بتشوف فيه جوارح، جارحة ولا النهار ده زمن؟ زمن. يبقى مبصرة يعني ايه؟ ده معناه ايه؟ انك انت تبصر فيه بسبب وضوح النهار، يبقى ده مجاز، واخد بالك ازاي؟ فلا يفهم هذه الايات الا بالمجاز. لكن الوهابية ما زالوا يسيرون خلف ابن تيمية في جهله في هذه القضية، وقال لا مجاز في القرآن ولا في السنة، كله على الحقيقة. ودي اصل القضية دي، القاعدة دي اصل خلافهم مع أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل وفي فهم إيه فروع الشريعة. تولد منها 300 مسألة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة من القاعدة دي. شوف 300 مسألة، هي في أكثر من 1,500,000 مسألة، لما جمعوا العلماء فروع على الأصول لقوا حوالي 1,500,000، في 300 بس من دول، عشان كده ما قلناش ان هم خرجوا عن الاسلام، ان هم خلفونا بس في ايه؟ في 300، وقلنا عليهم جهله، قلنا عليهم ايه؟ جهل، ما قلناش عليهم كفار، هم عندهم شويه جهل بس. لو عالجوا هذه القضيه وان في مجاز في القران اتحلت المشكله، دخلوا في اهل السنه والجماعه، لكن هم ما يعرفوش. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، افهمها ازاي من غير المجاز دي؟ انت ليك جناح طائر، لابد يبقى في مجاز عشان اعرف الكلام، والا يبقى الكلام القران ده اعجمي مش مفهوم. فهمت بقى ازاي؟ يعني ايه النهار مبصر يعني؟ الا لو لم يكن هناك مجازا. عشان كده المسلمين يقول لك النهار ليه عينين. عينين يعني ايه؟ يعني الامور فيه واضحه، زي ما بتفتح عينك كده تطرح لك الامور. يبقى حتى المصريين لما بيتكلموا بالمجاز. لكن النهار ليه عينين، جايبها من القران هنا، نهار مبصر. فهمت بقى ازاي؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعمة الليل دي نعمة كبيرة، ونعمة النهار نعمة كبيرة. لما تنام ساعة في الضلمة في الليل تعادل 4-5 ساعات في النهار، يعني تدي لك قوة في جسمك تعادلها 4 ساعات نوم في النهار. عشان كده تملي الشباب اللي طالعين اليومين دول، تلاقيه يسهر طول الليل وينام بالنهار، تلاقي هزيل وصحته ضعيفة ويتعب بسرعة، لأنه مهما نام بالنهار مش هيعوض نوم الليل. ثم إن سهر الليل يرهق الكبد إرهاق شديد. أي واحد بيسهر بالليل يعمل له وظائف كبد، تلاقي وظائف إيه؟ الكبد عالية عنده، مع إن هو مش مريض. أول ما تلاقي وظائف الكبد عالية في عند إنسان وتلاقي كل تحاليله تدل على مرض، تقول له أنت بتسهر بالليل؟ يقول لك آه، تقول له غلط، ما تسهرش. أول ما يرجع ينام بالليل زي بقية الناس، تبص تلاقي كل وظائف جسمه تعتدل. فهمت ازاي؟ فلا بد من نوم الليل، ده مهم يعني. وتنام في الضلمه كمان،
ما تنورش النور وتنام، برضو جسمك مش هيستفيد، لان في اشياء بتحصل جوه الجسم ما تحصلش الا في الظلام الدامس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا اردت ان تنام اطفئ المصباح. شوف كلام النبي الجميل في السنه، يقول لك اطفئ المصباح. الناس بتفتكر اطفئ المصباح عشان يحصل حريقه، لا، عشان ما يحصلش حريقه وعشان كمان جسمك يستريح، فاهم؟ لان السنه اعمق من انك انت تتصور ان هي تعليل واحد. يبقى ايه؟ يبقى كون يبقى في ليل وظلام والانسان يهدأ ويسكن، دي ضروري لاستمرار الحياه، والا الانسان يهلك. هتبص لا يموت ايه ناقص عمر على طول، يعني مقصوف العمر على طول. لو نهار على طول كده هتبص تلاقي البني ادم يوصل على سن 20 سنه كان عنده 70 سنه من التعب. لكن ايه اللي بيخلي الانسان عنده حيويه؟ ان يجي ليل جسمه يستعد طاقته، يجي النهار يبذل طاقه، يجي الليل يستريح، وهكذا تستمر الحياه وتدب الحياه. فدي نعم كبيره، نعمه الليل والنهار دي نعم كبيره. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات، يعني علامات واضحة على قدرة الله وعظمة الله وتدبير الله ورعاية الله لخلقه الذي خلقهم لقوم يؤمنون. فضل يا سيدي. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. وكل أتوه داخرين. أيوة. في قراءة تانية زي اللي انت كنت بتقولها، آتوه، دي قراءة تانية، قراءتين صحيحتان. يعني في قراءة تقول أتوه يعني جاءوه، وكل آتوه يعني قادمون عليه، آتوه داخرين. اللي يقول أتوه حفص وحمزة وخلف بس، اللي يقول أتوه الهمزة فوق الألف، لكن آتوه وهمزة على السطح مع مد، وهيبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، مد حركتين وإيه وأربعة وستة، دي باقي القراء. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء. الصور اللي هو البوق، البوق اللي هو مسؤول عنه سيدنا إسرافيل، ملك من الملائكة مسؤول عن النفخ في الصور. هينفخ نفختين ولا ثلاث نفخات؟ قول عند العلماء، قالوا ده نفختين والراجح ان هي ثلاثة، نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة ايه النشور. كويس، لان نفخ في الصور فصعقة من في السماوات، ونفخ في الصور ففازعة من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى في نفخة النشور، يبقى ثلاث نفخات. والعلماء قالوا نفختين، قالوا لا، ده نفسة الصعق هي نفخة الفزع، الفزع والصعق دي نفخة واحدة، لكن على أي حال الراجح إن هم ثلاثة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يبقى الفزع اللي هو مصحوب بالصعق، أو الفزع اللي هو إيه السابق للصعق، إلا من شاء الله، دل على أن إيه هناك مستثنين من هذا الصعق، إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين، داخرين يعني خاضعين، داخر يعني خاضع ذليل منقاد، أدي معنى داخرين. فضل يا سيدي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال يعني أيها العاقل المتدبر في الأكوان، وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها جامدة يعني غير متحركة ثابتة، يبقى جامدة بمعنى ايه ثابتة. وترى الجبال تحسبها جامدة
تظنها يعني على مقتضى نظر العين، تحسبها، والقراءة الثانية تحسبها. يبقى عندنا قراءتين، تحسبها وتحسبها، والمعنى واحد، وهي تظنها بعقلك. تحسبها قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، يقولوا تحسبها، وباقي القراء تحسبها. جامدة يعني ساكنة غير متحركة، وهي في الواقع تمر مر السحاب، كل شيء متحرك سبحانه وتعالى، حتى على مستوى يا أخي الغبار اللي فيها، الهواء قاعد بيشيلها تتنقل من هنا لهنا بس على مر العصور، على مستوى أجزائها وعلى مستوى كتلتها، فإن قشرة الأرض أيضا تموج وتتحرك، لكن حركات لا تدركها أنت أيها الإنسان. ومش كده وبس، ثم اتضح بعد ذلك أن الكواكب تتحرك، وهي بتتحرك بحركة الكوكب اللي هي موجودة فيه. كل شوف الآية قد إيه تسع كل المعاني، على مستوى الأجزاء البسيطة، وعلى مستوى إيه كتلة الجبل كله، وعلى مستوى مكان الجبل اللي هو قشرة الأرض. ودي إعجاز قرآني عجيب، إن يجيب لك لفظ واحد يصلح لكل هذه المعاني المتعددة. وهي تمر مر السحاب، والعلماء والصحابة فهموها قبل ما يعرفوا هذه التفاصيل اللي احنا عرفناها ايه، قال يعني يوم القيامة ربنا ايه هينسف الجبال، يبقى تمر مر السحاب يعني يوم القيامة هينسف، لكن هتفضل جامدة كده لحد يوم القيامة. فبرضو تصلح لكل عقل وكل ايه عصر، بحيث لا تصطدم معهم المعارف. كل عصر ليه معرفة معينة، يسمع الآية تبقى برد وسلام على قلب، ياخد منها على قد علمه، وكل ما تتسع المعارف تجد الآية لسه تسع هذا المعنى. وهي تمر مر السحاب يعني سريعة الحركة. صنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، ومن هنا قالوا إيه، قالوا يجوز إطلاق كلمة الصانع على الله، الصانع يجوز إطلاق كلمة الصانع على الله، لأن ربنا يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، إنه خبير بما تفعلون، والقراءة الثانية خبير بما يفعلون بالياء. اللي بيقول بالياء ابن كثير وهشام والبصريان، ابن كثير وهشام عن ابن عامر والبصريان، يقولوا إيه خبير بما يفعلون، وباقي القراء بما تفعلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.